خلينا دلوقتي نروح لمنى عشان تعرف منها بقى على اخبار الطقس ايه. منى صباح الخير عليكي. يعني جو برد دي حاجه احنا متفقين عليها. ايوه احنا متفقين واحنا متفقين ان احنا مبسوطين جدا يعني بالنسبه لنا الى حد ما مش ده البرد اللي متفقين عليه بس يعني تمام الى حد ما والحمد لله الذي لا يكره على مكروه لا يشكر على مكروه سواه يعني الحمد لله البرد زايد عن الحد يا استاذه منى ونبي طمنينا معلش يا استاذ حسام احنا مستمر معانا شويه كده اسبوعين ولا حاجه بس احنا مش متضايقين ورق جرايد لازم ناكد على فكره ان احنا مش متضايقين احنا لازم نجيب ورق جرايد كتير الفتره اللي جايه نشرب مشروبات دافيه وندفى كويس والحمد لله عندنا اربع حيطان يدفونا وعندنا حاجات كتير نعم فخلاص الحمد لله ربنا يستر الجميع الله يخليك صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة والطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كمان النهاردة في سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 15 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 10 درجات هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل لكن خلينا على طول نبتدي نتحول من الطقس للمرور ونشوف إيه اللي بيحصل موجود في القاهرة وفي المحافظات المختلفة احنا معانا دلوقتي خريطة القاهرة وقبل ما نبتدي جولتنا خلينا نقول ان غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتتابع حركة السيارات اعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق طبعا كمان بيتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد اي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الاوناش المرورية بالطرق لرفع اي معوقات مرورية سواء الحوادث او الاعطال ربنا يحفظكم جميعا يلا نبتدي مع بعض من القاهرة هنشوف مع بعض الكورنيش احنا شايفين للي جاي من المؤسسة هنلاقي كثافات مرورية بسيطة لغاية ميدان عبد المنعم رياض طريق الكورنيش من منطقة حلوان المعادي احنا شايفين كل ده بيشهد كثافات مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لشارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير كوبري اكتوبر المتجه لمنطقه الاسعاف ورمسيس هنلاقي فيه سيوله مروريه اللي هيكمل اعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمره والعباسيه ومدينه نصر هيلاقي بعض الكثافات المروريه لكن لو بصينا على محور صلاح سالم للمتجه للمرغني ومصر الجديده هنلاقي هنا فيه سيوله مروريه نفس الامر للي جاي من صلاح سالم لنفق الازهر ومنطقه الازهر والجماليه هنلاقي بعض الكثافات لكن كل الكثافات متحركه واجمالا الخريطة مكسوة باللون الأخضر أو اللون البرتقالي فده معناها إن في سيولة مرورية نروح بقى الجيزة اللي بنتوقع ان يكون فيها كثير من الكثافات المرورية لكن طبيعة الحال الوضع مختلف اهو معانا الخريطة كلها مكسوبة باللون الاخضر هنبتدي من محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مرورية بسيطة للي جاي من ميدان لبنان اما بقى اللي جاي من اكتوبر من خلال الطريق الدائري هياخد باله طبعا ان محور صفت بيشهد كثافة مرورية ولغاية اشارة جامعة القاهرة احنا عارفين ان اجازة 25 يناير هتكون بكرة ان شاء الله عشان كده النهاردة يوم الخميس ان شاء الله فهيكون عشان كده يوم عادي خالص النهاردة والناس بتروح اشغالها وجامعتها عادي نروح لشارع الهرم اللي ابتدت فيه تظهر بعض الكثافات طبعا هتزيد مع معاد الذروة بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين لغاية الطلبية هنلاقي هنا بعض الكثافات العالية للمتجه لكوبري الجيزة والشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية منطقة العشرين هنلاقي سيولة مرورية بتظهر بشارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة ولغاية ما بنوصل لمناطق بولاق وإمبابة بنأكد على حضراتكم أن فتح شارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائري بعد الانتهاء من تركيب الممر المعدني الخاص بتوسعة الطريق الدائري هيفرق جدا في الزحام اللي هيبقى موجود هنروح دلوقتي محافظة القليوبية والطريق الزراعي الجاي من القاهرة هنلاقي فيه سيولة مرورية لكن هنلاقي طبعا بعض الكثافات البسيطة عند مطلع الدائري وكمان هنلاقي بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة لكن الكثافات هتكون بسيطة جدا ومتحركة مش هتوقف الطريق أما بقى لو بصينا على الطريق الزراعي المتجه لبنها كفر شكر في حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري
طبعا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة للي جاي من مناطق المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي. طبعا يفضل ان احنا للي عنده الفرصة انه ياخد طريق شبرا بنها الحر، للمتجه لبنها او لطنطا ما يترددش ان هو يسلك الطريق ده. نكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان اللي الجو فيها معتدل جدا النهاردة. هنتابع هناك الحالة المرورية اللي عادة بتكون بسيطة وما فيهاش كثافات. هنبتدي من ميدان السادات ولغاية كورنيش النيل، احنا شايفين سيولة مرورية تامة طول ما انت ماشي على الشارع. بعض الكثافات المرورية البسيطة بنلاقيها عند منطقة الفنادق، بعد التمركز ده ما بنلاقيش اي كثافات مرورية والشارع بيكون في منتهى السيولة المرورية. كده خلصنا بيان مبدئي في الجولة المرورية معانا، نروح على طول لحسام وجمانة. حلقتنا النهاردة مليانة حاجات كتير، خلينا نروح لهم نبتدي معاهم حلقتنا. اتفضل يا حسام. اتفضل يا جمانة. منى بنشكرك طبعا شكرا جزيلا، وهنرجع لك تاني على مدار الحلقة عشان تابع معاكي فقرات أخرى. شكرا ليك. شكرا جمانة. شكرا جزيلا يا منى.